السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد مرور سنوات من فعلتها الدنيئة، اليوم سيدة جزائرية تخرج عن صمتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب المغفرة والعفو من رجل أحبت، وكما قالت ما كتبش المكتوب بيناتهم، فقامت بهذا الفعل وهذه رسالتها له. ملاحظة، إذا الصوت مش واضح مليح هذا بسبب ضربة هواء، فالمعذرة. جيت اليوم حبيت نعترف، يعني بغلطة درتها في حياتي مع واحد الإنسان، ما نكذبش عليكم درتها وندمت، سحرته ما نكذبش، سحرته ودوكا ندمت. بعد ما رب العالمين ابتلاني بمرض ما قدرتش نبقى يعني ساكتة على الشيء اللي درته، جيت اليوم حبيت نوجه له نداء ونقول له ماذا بيا لا شفتني، اتصل بيا فيها يعني ماش عارفه انا نديه الراقي، نديه وين بغاه هو، ليسونسيال نحي عليه هذا الشيء اللي درتو، على الاقل يعني سامحني ونحس بروحي باللي راني صفيت ضميري قدام ربي سبحانه. واش نقول لك، على غالب حبيته ما كذبش عليك، يعني حبيته مكره فمو اللي ما حبتش تديني. قالت مستحيل هذه تدخل لداري،